الماء العنصر الأساسي في حياة الكائنات، إنه عماد التوازن الإيكولوجي وأساس النمو الاجتماعي والاقتصادي. إن نذرة الماء وما ينتج عنها من جفاف ووفرته وما تسببه من فيضانات من شأنها أن تعرقل سير التنمية بالعديد من جهات العالم، وهو ما يؤثر سلباً على السكان وعلى إطار حياتهم الطبيعية وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. يقدر مجموع جريان الماء في العالم بنحو 41 ألف كيلومتر مكعب سنوياً، يصب منها نحو 27 ألف كيلومتر مكعب في البحر و 5000 كيلومتر مكعب في الأماكن غير المأهولة، ليبقى من هذه الدورة ما يقارب 9000 كيلومتر مكعب يستغلها الإنسان. ونظراً لعدم تكافؤ توزيع السكان على وجه الأرض وتوزيع المياه الصالحة للاستعمال، تتفاوت كميات المياه من منطقة إلى أخرى، ومن المتوقع أن يعاني عدد أكبر من البلدان من نذرة المياه في غضون السنوات القليلة القادمة بسبب الجفاف وتزايد الطلب على هذه المادة الحيوية لأغراض الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية. والمغرب أحد هذه البلدان المرشحة لمواجهة مشكل الخصاص المائي، فرغم موقعه شمال غرب إفريقيا واستفادته من التقلبات المناخية التي تعبر عادة غرب أوروبا، يبقى بلدا ذا مناخ شبه جاف إلى جاف. بيّنت المعطيات المطرية المتوفرة بأن الجفاف خاصية طبيعية للطقس بالمغرب، كما أن نظام تساقطاته يتميز بالتفاوت من جهة إلى أخرى، ففي حين أن المعدل السنوي للأمطار يفوق 100 سنتيمتر في بعض المناطق الجبلية بالشمال، قد لا يتجاوز 3 سنتيمترات بالمناطق الجنوبية للبلاد. وعلى العموم، فالمغرب يشهد اتجاهاً تنازلياً في معدلات سقوط الأمطار تراوحت نسبتها بين 25 و 50%، وما آلت إليه مناطقه الجنوبية هو نتيجة لتلك التذبذبات المناخية التي بدأت منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. منذ تلك الحقبة أخذت درجات الحرارة ترتفع وبدأت التساقطات تتراجع، لتنضب المياه وتجذب الأرض ويستقر الجفاف. لقد ذكر المؤرخون على سبيل المثال أن واد درعا أحد أودية الجنوب المغربي كان عميقاً دائم الجريان صالحاً للملاحة، استقطب حضارات عدة، وهو ما تؤكده الصخور المنقوشة المتواجدة بالمنطقة والتي تجسد حيوانات ضخمة كانت تعيش بالمكان كالفيلة ووحيد القرن وغيرها من الحيوانات التي تحتاج إلى كميات وفيرة من المياه. ولا يزال الوادي المالح الذي دأب على تغذية وادي درعا مواظباً يقاوم الجفاف والتغيرات المناخية، ليبقى دائم التدفق رغم تواجده بمنطقة قاحلة يشهد مجراه الواسع على كميات المياه الكبيرة التي كان يسعها وعلى العمار والاستقرار الذي عرفته حواشيه. يذكر شارل دوفوكو في الكتاب الذي ألفه حين مقامه بالجنوب المغربي أواخر القرن التاسع عشر أن الواد المالح كان غزير المياه كثير الأسماك، حتى إن العديد من الأسر كانت تعيش على ما كان يجود به من خيرات. واليوم ها قد نشر الجفاف سدوله على المكان، فهجره معظم السكان، ولم يبق منهم إلا من لم يجد للرحيل سبيلا ومن لم يستطع الانسلاخ من جذوره الضاربة في عمق هذه الأرض.
محمد الحوات أحد أولئك السكان الذين تشدهم أواصر وثيقة بهذا المكان، لا يزال سائرا على خطى أبيه، يعيش على ما يمن به عليه هذا الواد من أسماك وما يسمح به من زراعة. لقد كان أبوه قبله وثيق الصلة بالوادي المالح يحترف به صيد الأسماك، حتى لقبه أهل البلدة بالحوات. وها هو ابنه محمد الذي ورث اسم أبيه وحرفته شيخا هرما، يعيش مع ابنه الهاشم بأكواخ بسيطة قريبة من الواد، حيث يمارسان نشاطهما اليومي. إلا أن صيد الأسماك لم يعد وحده يكفي لسد الرمق، لذا صار الحوات وابنه يقومان بفلاحة معاشية بسيطة تساعدهما على تلبية احتياجاتهما. ناكي عقل الوالي داري أريقة الحريف تلقان الشبكت أولا لغي توفى أولا نكسي اختدا اختنكي أرتتلوحا اختنكي أخي لا ديسكي كان 60 عام ولا 70. يعتمد الحوات في صيده على شباك يلقيها في مياه الواد، ثم يجذبها بعد برهة من الزمان ليعيد الكرة مرات عديدة. لكن كثيرا ما يذهب جهده سدى نظرا لما آل إليه حال الوادي من نقصان في الأسماك. أوي كتلي دان تمز وين كده هو يدرسن كدرسن السبب يسفني سكرني سلمان يسفني غنقين سكرني سلمان ارترون ارتروني سلمان ارتني تنفع غايدا نواصيب تلاغت الغدير وكان ارتلون ارتلين الغواسي في القوسن كتلا اللي قل الوالد انت ذاك يتكا غلق غيم دوان غالي يومين عمر قيس سيني غيال سنة البهايم يا ما كذلك درس نسلمان ورسولين. أملا في الحصول على صيد وفير يقوم الهاشم بمساعدة والده، إلا أنه لا جدوى من ذلك، فقد قل عمق الواد وتناقصت المياه فقلت الأسماك وبقيت وفرتها أملا منتظرا منشودا. عدي ورا وريليات وخلاص غال الهوية غال نفاد الوالدين غلاني قيس عيش نقيس الوالدين بكرا اللي غلاني سفني لين سلمان غلاد غلاد سيف موت ما يدي وين غياني وانت دي سفن انظار نسورة تيلين يسفن بين صافي اللي ما سندي وين غيان يويتي دي سفن بين ولين لو كل لاني سفن رد حيوني مدوان هو سيدي لين سلمان هو سيف غيادة نتمنى ايلي ان شاء الله الخير ايلي سلمان ايلي. إن الجفاف أفقد الوديان الجنوبية للبلاد هيبتها وقوتها، فرحل عنها الإنسان والحيوان وانقرضت منها الأسماك، وصارت أحداثها حكايات تروى كأنها ضرب من الخيال. فمن يتصور أن يعيش التمساح بالأودية والبحيرات المغربية إن لم يعلم أنه لم يختفي آخرها من جلتة تنزيطة بإقليم طاطا إلا بداية الخمسينات من القرن الماضي. ومن يصدق أن حوض إريقي هذه المساحة الممتدة بين وادي درعا والمنحدر الجنوبي للأطلس الصغير كانت إلى عهد قريب بحيرة تطفو فوقها القوارب ويعيش على ضفافها الإنسان يتغذى على صيد الحيوانات والأسماك والطيور. لقد صيرها شح السماء وانحصار مياه درعة عنها وكذا شدة التبخر أرضا جذباء شاخت قبل الأوان،
لترسم آثار الصعاب تجاعيدا على جبينها ويصير العقم باديا على جنباتها وتتغير ملامحها من فرط الجفاف. وبحيرة إريقي هو كيتسمى إريقي واحد الرق بيض ما فيه الماء، كيعمر من واد درا، كيعمر من واد درا كيعمرو ويكون فيه الحوت ويكون فيه الطيور على جميع الالوان داكشي ديالو. ونهار كان هاد الجفاف وهاد الشي نهار دار البراج نقص الماء، مات لا يدوز له الماء. وبعد السنين بعد سنين الماء كينبت ينبت الربيع وما كيحبس عنه داك يحبس عنه الواد، وبعد النوبات كيتحل الواد يمشي مع واد درا. قول لي يا شيخي الله يرحمه، قال كانوا قال لك يحمل وكون فيه السعد وكونوا فيه الطيور يمشوا له، قال لك يرفدوا قال لك الغماد يرفدوا شي حاجة فاش يديروا البيض، ويمشوا قال لك الطيور يلقاهم بيضين فيه ويجيبوا قال لك منه السعد قال لك منين يدير ذاك الزريعة نتاعتو يحصدوها والملاح. وانا ما عقلت عليه، ما عمري مشيت له ما عقلت عليه، غير اخبار نتاعت الاولين. لا تزال بحيرة إريقي خلال المواسم الممطرة تشكل محطة وممرا مهما لعدد كبير من الطيور المهاجرة، ومأوى لوحيش متنوع كغزال السفوح والأروي والضبع والعديد من الزواحف. وقد تقرر في إطار إنشاء منتزه إريقي إدخال بعض أصناف الحيوانات المنقرضة كالمها والنعامة حتى تسترجع المنطقة بعضا من قيمتها الحقيقية على مستوى الوحيش. لابدنا رحلو من هالينا ما الدوم دار الغرور هذه. بقي الإنسان رغم الزحف الصحراوي وانعدام المياه في بعض المناطق صامدا يحاول التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة، فبعد أن كان الأسلاف بزاوية سيدي عبد النبي التابعة لجماعة زقيد قيادة آل قوم جنوب شرق المغرب ينعمون بخيرات بلادهم مستفيدين من مياه إريق الغزيرة تحت مناخ ملائم للحياة، صار أبناؤهم بعد التغيرات المناخية التي عرفتها المنطقة اليوم يصارعون شدة الحر وقساوة الحياة معتمدين على فلاحة معاشية بسيطة. عزاؤهم الوحيد هو التشبث بأرض الآباء والأجداد، وأملهم هو العيش الكريم في غد أفضل. من المميزات الأخرى التي تميز هذه المنطقة هي أنها كتوجد بها تربة خصبة لا زالت لم تستغل بشكل جيد، رغم أن الناس يعني يستعملون فقط على الزراعة، يعتمدون على الزراعة البورية. كاين مشاكل أخرى اللي مرتبطة بالفلاحة، نظرا الناس ما عندهاش من ناحية ديال الاستثمار، ما عندهاش مثلا موارد مالية، كتحتاج لواحد الأموال اللي هي كان يعني أموال كثيرة جدا، وفي غيابها راه ما يمكنش لنا نتكلموا على أي مشروع كما بغى يكون شكله بدون وجود واحد الركن أساسي اللي هو المال. وهي على كل حال منطقة إلا تعطت لها الأهمية الكافية من جميع الجوانب ديالها أكيد بأنها ستعطي في المستقبل. وكأشجار الطلح المقاومة للجفاف والتي تعد مؤشرا على وجود فرشات مائية قريبة من السطح، بقي الإنسان بزاوية سيدي عبد النبي يقاوم هذه الحياة الصعبة التي فرضتها الظروف الطبيعية، إيمانا منه بوجود مياه جوفية سيساعد استغلالها على إعادة الحياة لهذه الأرض، كما هو الشأن بالنسبة لقرية ميجيد القريبة من الحدود المغربية الجزائرية. Yeah.
ميغيد إحدى القرى التابعة للمجال الترابي لإقليم زاغورا والمتواجدة بمنطقة صحراوية جافة، نموذج لتحدي الإنسان لظاهرة الجفاف. إن الزائر لهذه الربوع لا تأخذه الدهشة والاستغراب حينما يعلم أن هذه الأرض ظلت خلاء مقفرا لزمن طويل، وأن إرادة الإنسان القوية وصراعه من أجل البقاء دفعه إلى فعل المستحيل من أجل تغيير وجه هذه الأرض وتسخيرها لصالحه. فهو لم يذخر جهدا لتوفير الماء أساس الحياة وعماد الاستقرار، وبذلك حقق خطوة إيجابية للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. أسيديات مزيرة الضغطات من سميد يغفنا نواد ميرد انت تكويدي لنس الحدود لكس الحدود للزازير اكو ديريكت 5 كيلومتر تبدأ للزازير تكت نديس أسيدي 360 النفس ضداتين دي كانت تضطر حال المدن اشكون مدن المنطقه ضداتين كانت زوار ترحالت اللي يرمين 72 يقول المدن استقرار المدن قيمن اركي الرزن سير زوار غير غرور وراك اللي الموتور عادت فن المطر الغاز عاد المطر المازوت ارسوان مدن ارتناغن مدن ارقازنا ارت زراعنا ضغاتين من دي خزو يمكن الفصا لقد استطاع الإنسان بعزمه وصبره أن يقاوم ويصمد، فعوض أن ينتظر القطرات القليلة التي قد تجود بها السماء وأن يظل رحالا يجوب الصحراء سعيا وراء العشب والنقط المائية، حفر آبارا يرتوي منها ويسقي ماشيته ومزروعاته ليستقر ويحول هذه الأراضي من صحراء قاحلة إلى مساحات واسعة مخضرة. لقد غرس الإنسان بميغيد أشجار الرمان والكروم وزرع الحبوب والفصة والحناء والكثير من المنتوجات التي تساعده على تلبية احتياجاته اليومية، لكن رغم قطعه أشواطا كبيرة في تحقيق الاستقرار وتوفير الماء إلا أنه بقي متخوفا من استنفاذ هذه المادة الحيوية، خاصة وأن مواسم الجفاف تتوالى لتدوم عدة سنوات. كاتتني يا رحالني خاطر لان الغمان لان تغطين لان تولي للبهايم كل شهر نصدق العرق نوامان لان ادغارين تدو 5 كيلومتر 6 كيلومتر 7 كيلومتر سامان نايم دان نسر نسوي غجد نسوي خروان نسوي اللي نسوي كل شي يدودون بيي نسوي شاي سوا ولا يني تمازيرت نغن كوني داتيتي التغيان ونزار يدو سنتين نغتلاتا يارت سريتا يدغت ربات اخصا عمر دايتا ونزار ام تميزار الداخل ام تمازير الداخل تمازيرت نغتا هي ولا يني داغي تغدار ونزار دايت التغيان وسقاس يدو 3 سنين نغد ربحات سمرتا يدغي لان زنستين نغل تقرشتين نغل لي وحل نغن مد نستفلحت. إن عملية الغرس والتشجير تحول دون تعرض الفرشاة المائية إلى التبخر وتساهم في تلطيف الجو وتماسك التربة، في حين أن اقتلاع الحشائش والنباتات يساعد على تفكيك الأتربة المحتوية على المواد العضوية فتتعرض بفعل الرياح والزخات المطرية القوية إلى التلف والكشف عن قشرتها الصلبة السميكة. إنها المعضلة الأساسية في جل أراضي المغرب الشرقي، ففي بضع سنين فقط تحولت أراضي حوض تافن القريبة من وادي ميرد من مراع وفيرة الكلأ إلى مجالات معدنية واسعة ملساء وبراحات تتخللها الصخور والنبقات الرملية، وصارت تبدو من فرط التقعر الناتج عن التعرية كأنها فوهة بركان خامد.
إذا كان سكان ميجيد قد أسعفهم الحظ لقرب الفرشة المائية في منطقة سكنهم وتوفرها على تربة خصبة، فإن السكان في مناطق أخرى أقل حظاً، حيث يقطعون مسافات طويلة ويبذلون جهداً جهيداً لجلب الماء لاستعمالاتهم المنزلية وسقي بهائمهم. هذه البئر المعزولة في قلب الصحراء تعرف توافد العديد من الرحل الذين اضطرهم نضوب الكثير من النقط المائية للتردد عليها قصد التزود بالماء الذي أصبح عملة نادرة. اسمي ليش انا الربيع كان نضغر يا ضني نمشي نتوزر مرحبا داي كرا يغاس كيف نزيا تيغطن او يغدي صغار اسير لبوا دا دوت سدا ثاني دا ضان نجم دغ انا غور هذوك دغي كيغي يمشي لي اسنو دي غلق لنا ننسي صافي الصباح دامشي نغام نمشي نان وعيا منها بخطورة الموقف الذي آلت إليه المناطق التي تفتقر للماء، تجندت عدة مؤسسات ومنظمات محلية وعالمية للحد من تفاقم هذا الوضع وإيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة. ومن بين هؤلاء المهتمين رازلت، شبكة المراصد والمراقبة الإيكولوجية على المدى الطويل. هدف هذه الشبكة العاملة تحت إشراف منظمة اليونسكو العالمية والتي تضم خبراء في كل الميادين المتعلقة بالبيئة هو خلق ودعم برامج لمراقبة البيئة على الأمد البعيد في كل المناطق الجافة التي تخضع لتدهور التربة، وذلك لحسن تدبير تنوعها البيئي والوقوف على دور هذه المناطق في علاقاتها مع التغيرات المناخية حتى تتسنى تنميتها على الصعيدين السوسيو اقتصادي والإيكولوجي. لقد قمنا بمراقبة وتتبع الفرشة المائية للمنطقة ولاحظنا أنها تتغير حسب تغيرات الطقس، فكلما قلت الأمطار تناقصت مياه الفرشة وجفت الآبار لحاجة الساكنة إلى الماء. تجد نفسها مضطرة إما لهجرة هذه الآبار وحفر آبار أخرى، وإما تزيد من تعميق البئر نفسها أملا في الحصول على ماء أكثر، الشيء الذي يضر بالموارد الطبيعية لأن ضخ المياه بصفة مستمرة يعمل على نفاذ هذه المادة الحيوية، فالناس يستخرجون الماء باستمرار لسقي ضيعاتهم التي يزرعون بها الحبوب والخضروات والحناء، مما يؤدي إلى تناقص المياه. إن أشجار الطلح والغطاء النباتي عامة يتأثر بشكل كبير من نذرة الماء، لذا يجب أن نحسن توزيع هذه المادة بين الإنسان والحيوان والنبات لأنهم جميعا في علاقة تأثير وتأثر بعضهم ببعض. تبذير المياه وسوء استغلال الأراضي الزراعية، الرعي الجائر والاجتثاث، الاستعمال المفرط للأسمدة والمبيدات الكيماوية، ممارسات تعمل على نفاذ المياه واستفحال الجفاف واختلال التوازن. فهل نستطيع الحد منها لإحياء النظم الإيكولوجية وإعادتها إلى حالتها الطبيعية الأولى؟ أم أننا سنتمادى في ممارساتنا اللامسؤولة لنورث أبناءنا بيئة عليلة جافة العروق مختلة التوازن؟